الجو رايح بينا فين؟ الجو حر في ايام وطبعا برد في ايام تانية. هاي الطقسات الجويه بتتوقع ان يشهد غدا الاثنين طقس خريفي مائل للبروده في صباح الباكر معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل البروده ليلا على كافه الانحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو في الفترة القادمة من الأستاذة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا أستاذ إيمان. أهلا وسهلا يعني توقعات إيه بالنسبة للأيام القادمة بقى، والناس اللي حابة تاخد أجازة الكريسماس ورأس السنة، هيكون الأجواء عاملة إزاي الفترة القادمة؟ هو طبعا انا بطمن كل السادة المشاهدين، بداية من يوم وحتى نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم الجو مستقر تماما على كافة الانحاء، بالعكس في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي من درجة لدرجتين، فبتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 24 و25 درجة، طبعا مع وجود سطوع لأشعة الشمس معظم ساعات النهار وبعض الاتربة العالقة اللي بتكون موجودة في بعض فترات اليوم زي ما احنا شاهدناها النهاردة، بتؤدي الى انخفاض طفيف في الرؤية الافقية. ايضا بيكون في شبوره مائيه في الصباح الباكر، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا اثناء القياده على الطرق السريعه والطرق الزراعيه في فتره الصباح الباكر. الجو اثناء النهار بيكون معتدل تماما، لكن طبعا اثناء الساعات المتاخره من الليل بيكون الجو بارد وبنشعر بنسمات الهواء البارده في الساعات المتاخره من الليل، لكن تعتبر الاجواء مستقره بصفه عامه. طبعا ما زال في فرص سقوط امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه بدايه من غدا وتستمر معانا حتى يوم الاربعاء القادم، لكنها كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على كافة الأنشطة اليومية. جميل جدا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا.